دورنا نحن في الوقت بتاع ما قبل الحرب ده ما دور سري، كان دور معلن معروف. ما نحن ديل قلنا يا اخواننا الجيش والدعم السريع ديل حيطاقشوا الكلام ده، قلناه في ندوات معلنه مش كده يعني. هسه انت ممكن نعم في في كم اللي عم بدلبه اكيد ارسل لك هاي فيديوهات كثيره يعني كويس في الفتره بتاعت ما بعد نقرا 15 فبراير، وده دخلنا نحن في تضاد حتى مع ناس معانا من قوى الثوره كانوا بيفتكروا انه الكلام ده ما صحيح يعني، وانه الجيش والدعم السريع ده على الاقل برجل واحد والكلام ده تمثيليه، ونحن بنستخدم الكلام ده كفزاعه عشان يتم تجنب يعني عشان نحن ده تحييد القوى المدنيه وكذا هبوط الناعي والكلام الفارغ يعني. في النهايه لانه نحن عارفين الكلام ده فزاعه، عارفين الكلام ده حقيقي، في تناقض حقيقي بين قياده القوى المسلحه وقياده الدعم السريع. ليه التناقض ده جاوب شنو؟ انه والكلام ده برضو يعني مش الكلام ده يا سعد يعني حتى التحليل الناس كانوا بيقولوا قبل انقلاب 25 اكتوبر، مثلا استاذ الحاج وراك قالوا في ندوات وكتبوا انه الانقلاب ده في انقلاب جاي 25 اكتوبر، اكتوبر ده الانقلاب ده عنده ثلاثة رئيسين، قيادة الجيش، قيادة الدعم السريع، وقيادة الحركة الإسلامية. الثلاثة دول هم عندهم مصلحة في مشتركة كان في التخلص من الحرية والتغيير. قاموا عملوا الانقلاب، شالوا الناس الحرية والتغيير، دخلوهم السجن كلهم وعاقوا استلموا السلطة. يلا جابوا ثلاثة رئيسين ده، واحد من الرئيسين الثلاثة عنده خطة براو. هل كان فعلا الحركة الإسلامية جزء من الانقلاب؟ 100% جزء من الانقلاب، 100% جزء من الانقلاب. ليه 100%؟ هل ممكن تأكد لي المعلومة؟ أنا بقول لك 100% جزء من الانقلاب. وعشان كده ثاني يوم من 25 أكتوبر بدأت المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي أولاً قرروا إنه يتخلصوا من الحرية والتغيير. المرحلة الثانية كانت تتحرك الإسلامية شنو؟ إنه يتخلصوا من الدعم السريع. ليه؟ لأنه قوة مسلحة خارج السيطرة بتاعته. ما بيقبلوا إلا السيطرة الكاملة على المؤسسات العسكرية. عشان كده انقلاب 25 أكتوبر بالنسبة له هو خطة من مرحلتين. نعم. تخلص من الحرية والتغيير، ومن ثم بعدك التخلص من الدعم السريع عشان تقول لهم السلطة كلية. ده اللي أدى لأنه سرعان ما تنفجر الخلافات داخل معسكر 25 أكتوبر إنقلابي 25 أكتوبر لما بدأت خطة التخلص من الدعم السريع، لأنه بعد ده خلاص هم الاثنين انقلبوا على السلطة، وبعد ذاك في طرف بقى داري يزيح واحد من الأطراف اللي انقلبت معه على السلطة. ده الخلق الوضعية دي، ده الخلق الوضعية دي. طيب الوضعية دي نحن اتعاملنا معها كيف؟ إنه يا جماعة أول حاجة تكلمنا لشعبنا بوضوح، بوضوح يعني نحن من شهر 12 وبعد ذاك في شهر فبراير حرية التغيير طلعت، شهر أفتكر يناير سوري، حرية التغيير طلعت رؤية مكتوبة، رؤية مكتوبة بتتكلم فيها عن ندر الحرب الأهلية دي، عن ندر الحرب القوات المسلحة والدعم السريع، وبتطرح خيار الحل السلمي التفاوضي لتجنب معالي انزلاق البلاد للحرب. عشان كده طرحت الامر ده، رحبت لو بتتذكر شهر واحد ده فولكر جاب المبادره بتاعته شهر واحد، رحبت بها الحريه والتغيير ولاقته شهر اثنين ثاني ادته رؤيه حول العمليه السياسيه دي ممكن تدعم بيعته طريقه، لانه عندنا سبب واحد بس الكلام انه نجنب البلد الصدام بين الجيش والدعم السريع. طيب من الوقت ذاك يا سعد نحن ظللنا في حاله تواصل مستمر مع قياده القوات المسلحه وقياده الدعم السريع عشان نتجنب الحرب. لكن انا داير اديك معلومات مهمه هسه في الكلام ده عشان ااكد لك. اولا لما يعني البذره بتاعت العمليه السياسيه دي اللي هي يعني في مرحلتها الثانيه بعد بعد ما لو انت متذكر نحن كنا معتقلين في الموضوع بتاع التفكيك من شهر 2 لحد شهر 5 البداوا معانا اصلا يعني جانا في السجن ما الدعم السريع، جانا في السجن يا صراحة وهو اللي تكلم معانا في إنه جماعة برهان ده مقتنع بيه تماما إنه القصة الطبيعية دي ما تمشي لقدام وما ماشي لقدام، ويتكلم ضد الدعم السريع نفسه وما الدعم السريع وغيره كويس. والكلام ده أنا بقوله لك يا سعد وأنا يعني برضو في شهود عليهم، في شهود عليهم جوا سجن سوبا، جوا سجن سوبا لما جاء ياسر وقال لنا الكلام بتاع إنه والله قصة الانقلاب ما ماشي لقدام، وال
ال ال وانه يعني نحن خلاص يعني دارنا كنت تطلع من الصين عشان تساعدوا في انه البلد تبرق من الحفره الموجوده فيها حاليا. وجه نقد شديد للدعم السريع. وانا بقول لك يعني في وقتها حقيقه يعني في سجننا ده يعني انه يسجنونا ده بس الدعم السريع طالعين زيه وزي الجيش لو ما اكتر منه. والكلام ده في شهود عليه وليس في شهود عليه. يعني هو في السجن ده جابوا صالح كان ودي افتكر بابكر افتكر برضو طاها علي حمد الفكي ده كل اللي هو جاء زارنا سوا. انا قلت لك انا قلت له يا سعادتك هسه انت لو داير طبعا تتفاوض معانا يعني نحن مساجين ما عندنا راي واحزابنا قيادتها برا ممكن تقعد معاهم برا. لكن قلت له انا والله بقول لك بكل صراحه يعني انا شفت قلت له لغتك بتاعت الهجوم هسه الدعم السريع يا اخي نحن لا بنقيف معاكم لو انتوا دايرين تمشوا الحرب لو دايرين تمشوا الحرب نحن لا بنقيف معاكم ضد الدعم السريع ولا بنقيف مع الدعم السريع ضدكم. ويا سعد انا بقول لك يعني الكلام ده مع نحن الوقت ذاك يعني الدعم السريع ده ساجلنا هو ساجلنا ذاته يعني ويعني حتى على سبيل النفاق مش كده ما كان ممكن انافه الوقت ذاك ما زول داري من رجلي من السجن مش كده يفترض اقول يا زول قدام ارمي قدام حارب ونحن بوراك لكن ما في زول فينا بيضحي ببلده عشان 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 مصلحه ذاتيه. الكلام ده قلت له وانا قدام الناس دي انه يا اخي انتوا لو دارين تمشوا الحرب احنا لا بنقيف مع الجيش نقيف معاكم ضد الدعم السريع ولا بنقيف مع الدعم السريع ضدكم وما تمشوا الحرب. لكن لو دايرين نساعد في انه البلد ما تمشي الحرب احنا مستعدين نساعد فيها احنا مستعدين نساعد فيها انه نشتغل معاكم انتوا مع الدعم السريع عشان نتجنب الحرب. الوقت ده هم ساجنين الناس هاد هم ساجنين اللي خطينا في السجن ببلاغات كلها كذب وكيد وتلفيق زي الهبال اللي عملوها السبي والسودان دي يعني. فبالتالي ولما مرقنا بنقاش مع الجيش عشان نصل لتصميم عملية سياسية تؤدي لتجنيب البلد الحرب وتفاوضنا بالأساس كان مع الجيش ما مع الدعم السريع. فبالتالي ده الوقت ده ما بلاقين أصلا عنده فينا رأي كبير جدا جدا. انت عارف احنا مرقنا من السجن شهر 5 ثواني بعد 3 شهور بعد 3 شهور مرقنا من السجن طوال الفتره دي طوال سوري يعني كان في ملاقاه الوفد بتاع اللي هي موليفي لما جاء شهر 6 لكن بقصد انه يعني ملاقاه مباشره يعني بالناس الحريه والتغيير مجموعه الحريه والتغيير وحميد عشان تتكلم معه وتتناقش معه هو براو دي شهر 8 بعد ما هو جاء راي من دارفور. في طوال الثلاث شهور دي كان التفاوض المباشر مع كباشي اللي هو اللقاء بتاع الموليفي حدده هو نقطة التواصل. كان في تفاوض مباشر مع برهان لأنه بمجرد الناس طلعوا هو بدأ مناقشات في أفكار حول إنه كيف تصمم عملية سياسية يعني المناقشات كلها كانت مع الجيش. وزي ما قلت لك لاحقا في شهر 8 لما نجح ميتي وإنت متذكر خطاباته حتى في خطابه كان عمله في دارفور وبعد ذلك عمله في المطار كان واضح إنه في توتر بينه وبين ناس الجيش يعني. وجاء في اللقاء الأول اللي قلنا في شهر 8 يتكلم كلام شديد ضد البرهان وضد الجيش وإنه الناس دي بيجهزوا للحرب. وتاني يا سعد قلنا له نفس الكلام اللي قلنا له يا صلاح لو دايرنا نجيب معك دعم الجيش ما حنعمل حاجة زي أصلا. لو دايرنا لو الجيش دايرنا نجيب معه ضدك ما حنعمل حاجة زي لو دايرين حل إحنا ناس حل وعليه خلينا نتفاوض عشان نصل لحل. طيب انت عارف مين هنا التفاوض البدا ده وقلنا له تعرف شنو بعد براكم نقعد مع برهان براو نحن نقعد معاكم انتوا الاثنين نحن عندنا لجنه ثلاثيه عملت الحريه والتغيير وقتها فيها الواثق الدرير هو بكر فيصل وطه عثمان تقعد معاكم انت وحميد انت وبرهان سوا ما بتقعد مع ده براو ده براو يعني عشان شنو ذاته ما نخش في النص انه نحاول نعمق الشق ولا كده نقعد معكم الاثنين عشان نقول كلامكم نقول كلامنا قدامكم الاثنين وتقولوا كلامكم قدامنا الاثنين والتفاوض بتاع